احنا جايين سفرة علمية لهذا المكان من دهوك، جايين تقريبا 700 شخص بباصات مشتركة يعني. نقرأ نشوف الكتب اللي يعني نهتم بها نحن وهالشيء. أنا دا أقدم يعني دراسات، فدا أبحث عن كتب علمية شوية يعني تفيدني بتقديمي. والله اليوم احنا جينا نزور المعرض معك أعداد كبيرة من القراء والطلاب من مدينة دهوك، باعتبار أنه دار النشر الجزيري في دهوك تنظم رحلات إلى معرض أربيل الدولي كل سنة، والأسبوع الفايت كمان كانت هناك رحلة أيضا، وهذا الأسبوع تبنى السيد محافظ دهوك تكاليف النقل الطلاب والقراء من دهوك، فاحنا جينا مع مجموعة كبيرة. بصراحة أنا المنظمون على هذا الرحلات هاي هم يعرفون العدد الحقيقي، بس تقريبا في حدود فوق 1000 شخص يعني. أنا طالب كلية بيطرة سنة أولى، أنا جيت عن طريق مكتبة الجزيري المحافظ مالتنا بالدهوك، سووا لنا شوي مثلا كحملة خيرية للطلاب حتى نيجي لمعرض دهوك الأربيل حتى نشوف ونقرأ ونتعلم من هاي المعارض العالمية. جينا على المعرض حتى نشتري كتب ونتسوق الكتب ونشوف الكتب الجديدة اللي دخلت علينا على العراق. جينا هنا حتى نشوف الكتب الجاي جديد ونقرأ ونشتري. احنا 1200 شخص جينا، 45 كوستر من المحافظة دهوك جينا، وجينا كزيارة للمعرض الربيل الدولي، هم كاستطلاع وهم كآراء وهم كأنه زيارة للكتب ومسائل الكتبية وكذا الشغلات، يعني فثقافة تكون ثقافة عامة وثقافة دنيوية وثقافة أخروية إن شاء الله.